اهلا بيكم. النهارده فيديو جديد للناس اللي بتحاول تتعلم لغة جديدة. طبعا من تعلم لغة قوم امن مكره، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا النهارده هنشرح طريقة استخدام جوجل في انك تزود عدد الكلمات اللي بتحفظها في اليوم وبالتالي في الاسبوع. ازاي تحفظ الجمل بسهولة باستخدام جوجل. فزي ما انت شايف في الفيديو، دي الصفحة الرئيسية لجوجل. احنا هنستخدم جوجل ترجمة. هندخل على المزيد، جوجل ترجمة. هتظهر لنا الصفحة اللي كلنا حافظينها، اللي بنشوفها كل يوم بنستخدمها، بس مش بنقدر نستخدم الصفحة لاستخدام الأمثل لنا كمتعلمين اللغة. طبعا احنا استخدمنا الطبيعي للبرنامج ان احنا بنجيب كلمة وبنترجمها، زي كلمة مثلا بايسكل. كلمة بايسكل يعني دراجة. يمكن الاستخدام اللي ناس برضه بدأت تستخدمه انها تستخدم النطق بتاع جوجل، وان كنت انا مش بفضله. Bicycle. Bicycle. في الشاشة اللي قدامنا دي، ايه الحاجة اللي دايما احنا مش بناخد بالنا منها؟ الكتاب ده. العلامة دي مهمة جدا 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 لأي حد بيتعلم لغات وبيستخدم جوجل كل يوم في انه يترجم كلمات وبيترجم عبارات وبيقفل الصفحة، دوس كلوز هنا، وبينسى اللي هو عمله، مش بيعرف هو ترجم كام كلمة في الأسبوع، ولا بيراجع اللي هو ترجمه بحيث ان هو يفضل فاكر الكلام. احنا مثلا هنفتح الصفحة دي وناخد كلمة زي ليست اوف نوبل، او كلمة زي كلمة different methods for counting. copy وهنترجمها زي ما احنا بنعمل كل يوم. زي ما احنا شايفين الكلام، الكلمة اترجمت different methods، اساليب مختلفة. وقلنا ان في ناس بتستخدم الساوند في انها تعرف البرونونس او النطق الصحيح للكلمة من هنا. different methods. وقلنا انها مش محبذة، يعني في حاجات متخصصة لنطق الكلمات بعيدا عن جوجل. لكن احنا قلنا الكتاب او العلامة دي هي اهم حاجة في درس النهاردة، ازاي نستخدمها. طيب احنا عملنا الترجمة اللي احنا عايزينها، وطبعا بنقفل ونمشي. لا، النهاردة انت لازم تدوس على النجمة دي، تم الحفظ او سيفد، دوس عليها بس كده. تلاقي ايه ظهر هنا؟ رقم واحد. يبقى انت النهارده عملت ترجمه، او عملت مع التاب او الصفحه دي ترجمه واحده النهارده وسجلتها. هنعمل ترجمه تانية، وليكن University of Cambridge. وهنعمل كده رقم اتنين، وهعمل كل ده. هعمل الحركة دي مع كل ترجمة أنا بعملها على جوجل. وآخر اليوم هفتح صفحتي، بس لازم طبعا يكون لك حساب على جوجل بالشكل ده. ده الحساب بتاعي. وطبعا في برامج كتير ازاي، وفي شروحات كتير ازاي تعمل حساب على الجيميل، وممكن نشرحها فيما بعد. طيب هندخل على الكتاب بتاعنا، هيظهر لي هنا كل الترجمات اللي انا عملتها النهاردة. دول 9 كلمات او 9 عمليات انا عملتهم النهاردة، سواء كلمات سواء عبارات. طبعا انا براجعهم اخر اليوم، يبقى انا زودت المصطلحات والكلمات اللي عرفتها في اللغة اللي انا عايز اتعلمها. فدي طريقة كويسة جدا، وللناس اللي بتستخدم جوجل للترجمة كتير.
ويمكن مش موجودة في أي سايت للترجمة أو أي موقع بيترجم، فهي مفيدة جدا. أتمنى الشرح يكون كويس ومستوعبينه، وأتمنى تستخدموها. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للصفحة، وشكرا.